وينضم إلينا مرة أخرى الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. وكان سؤالي فيما يتعلق بآخر المستجدات. إذن دعنا نتحدث عن تواصل وزارة الخارجية والقنصلية العامة ببني غازي لمتابعة آخر الجهود التي تحدث لإنقاذ الموجودين في ليبيا جراء هذه العصير أو العاصفة دانيال، وأيضا لمتابعة أحوال المصريين هناك. تعليقك على هذه الإجراءات، وبعد ذلك سنتحدث عن الإجراءات الأخرى. بعد التحية لحضرتكم مشاهدينك الكرام، طبعا جهود كبيرة جدا تبذل من قبل المسؤولين سواء في ليبيا أو من جانب طبعا السلطات المصرية في سبيل انتشار العلاقين لو صح التعبير، أو حتى إنقاذ بعض الموجودين حاليا نتيجة إعصار دانيال. ولا ننسى أنهم يعملون في ظروف صعبة للغاية. أولا ظروف الإعصار كانت ظروف صعبة جدا من خلال عدم القدرة على انتشال الضحايا، إضافة طبعا إلى قوة الإعصار نفسها التي لم تمكن السلطات الليبية في وقت الإعصار من محاولات للإنقاذ. وبالتالي يتم العمل حاليا من خلال يمكن بعد العاصفة كما يقال، ونعتقد طبعا أن هي جهود كبيرة جدا سواء من الجانب المصري أو الجانب الليبي من فرق الإنقاذ المختلفة في سبيل انتشال العالقين، في سبيل أيضا إنقاذ الضحايا، في سبيل أيضا البحث عن مفقودين في هذه الأماكن. طبعا من المعلوم حتى طبقا لمسائل خاصة بما بعد الأعاصير في دول العالم كلها أن عمليات البحث وعمليات أيضا الإنقاذ تكون عسيرة وتكون صعبة، لكن الجهود مستمرة سواء من قبل الجانب المصري أو الجانب الليبي أو الفرق الأخرى التي أرسلت من قبل بعض دولنا العربية في سبيل انتشال العالقين كما أشرت، في سبيل أيضا البحث عن ناجين من خلال الأعصار دانيال وما خلفه طبعا. نعم، وعلى ذكر من الجانب المصري، فمنذ الأمس وكان حتى معنا هذا الخبر العاجل، والآن أو منذ الأمس في المساء بدأنا نتابع اللقطات المتعلقة بهذا الأمر، هو أن سيادة الرئيس وبنفسه قد شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا. إذن هناك أيضا دراسة للاحتياجات التي ليبيا في حاجة إليها في هذا التوقيت حتى يتم المساعدة سواء بقى في انتشال الجثث أو فيما يتعلق بالإنقاذ. بالتأكيد، يعني نعلم جيدا أن هذه المسائل تحتاج إلى فرق مدربة وتحتاج أيضا إلى إمكانيات سواء إمكانيات صحية أو إمكانيات لوجستية أو إمدادات حتى خاصة بالمعدات وما إلى والأجهزة وما إلى ذلك في سبيل انتشال العالقين. أنا أعتقد طبعا أن الفترات الماضية يمكن لم تمكن الجانب الليبي من تطوير القدرات أو تنمية المهارات نتيجة طبعا الصراع الموجود في الشقيقة الليبية. فأنا أعتقد أن الأمور كانت أسهل بالنسبة لمصر التي يوجد بها فرق مدربة ويوجد بها أيضا العديد من الفرق الطبية والإمدادات اللوجستية التي ذهبت طبعا إلى ليبيا مباشرة. كان الرئيس السيسي على رأس طبعا المتابعين لمثل هذا الأمر من خلال الدور المصري الحثيث، سواء منه ما يتعلق بالإمدادات اللوجستية، ما يتعلق منه بالوقوف إلى جانب الأشقاء سواء كان في ليبيا أو في المغرب، إضافة طبعا إلى تقديم المساعدات المطلوبة والوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا سواء من خلال فرق الإنقاذ، سواء من خلال إرسال مساعدات إنسانية، سواء من خلال أيضا الفرق الطبية التي ذهبت إلى ليبيا للمشاركة مع الجانب الليبي والتعاون معا في سبيل إنقاذ المصابين وأيضا البحث عن ضحايا والبحث عن ناجين من خلال هذا الإعصار. إذن كلها أمور جيدة جدا من الجانب المصري، وأعتقد أنها أمور هامة جدا في سبيل أولا التآخي العربي وفي سبيل أيضا العلاقات المصرية الليبية الجيدة التي تقوم على أساس التآخي والجانب الإنساني، وكلها أمور طبعا تشير إلى أن الدبلوماسية الإنسانية التي تقوم بها مصر حاليا في أعلى مراحلها سواء من خلال الجانب الليبي أو من خلال الجانب المغربي. نعم، والاستراتيجية المصرية أيضا في التعامل مع الأزمات أصبحت مختلفة ولافتة للانتباه بشكل كبير في السنوات الأخيرة. عندما نتحدث عن أن العمل يجري في الداخل والخارج، يجري في الداخل لتجهيز ما هو مطلوب، يجري في الخارج لمساعدة الدول الشقيقة في هذه الأزمات، ويجري أيضا في الداخل فيما يتعلق بمساندة من كان لهم أقارب في ليبيا في هذه الأزمة. هناك الكثير من الإجراءات التي تمت وبسرعة شديدة. هذه الاستراتيجية الجديدة كيف تراها؟ يعني أعتقد طبعا أن من الأمور الهامة جدا في مسائل الخاصة بالأزمات والكوارث أن يكون هناك فرق طبية مدربة، أن يكون هناك استعدادات كبيرة جدا للتعامل مع مثل هذه الأمور من الكوارث ومن الأحداث الصعبة التي تمر على العالم. وبالتالي الجانب المصري أحسن صنعا أولا من خلال الجانب الداخلي اللي حضرتك أشرت إليه في سبيل التدريب، في سبيل تنمية المهارات، في سبيل التطوير، في سبيل ثقل المهارات وما إلى ذلك، كلها أمور هامة جدا وتشير إلى أن الجانب الداخلي أو المستوى الداخلي لمصر على
استعداد لمواجهة أي مسائل من هذه الأمور سواء الكوارث أو ما إلى ذلك ومساعدة الأشقاء. ننتقل إلى الجانب الخارجي طبعا، ما يتعلق منه بأن هناك جالية مصرية ما زالت موجودة في ليبيا تعمل، ما زال هناك أسر مصرية كبيرة جدا في ليبيا، هناك أيضا قبائل، تزاوج للقبائل ما بين الجانب المصري والجانب الليبي، وبالتالي الجالية المصرية موجودة في ليبيا. عملت يعني طبعا ساعة الخارجية المصرية إلى الوقوف بجانب الجالية المصرية في ليبيا، وأكدت أنها موجودة قلبا وقالبا من خلال الدعم سواء التواجد المصري الحقيقي في الجانب الليبي أو من خلال حتى وزارة الخارجية ووزارة الهجرة. إذا أمور كلها جيدة جدا، أولا تشير إلى تبع الطمأنينة للجانب المصري الموجود في ليبيا، إضافة إلى بعد هام جدا وهو البعد الخاص بأن هذه المهارات التي كنا نتحدث عنها انتقلت إلى الجانب الليبي حاليا، تسعى إلى مد يد العون والمساعدة في انتشار العالقين كما أشرنا أو مساعدة الضحايا والمصابين، وكلها أمور طبعا تخفف من معاناة هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة جدا التي حدثت في ليبيا، إضافة إلى تأكيد مسألة هامة جدا وهي مسألة مد يد العون والمساعدة إلى كل الأشقاء سواء كما أشرنا في ليبيا أو المغرب أو السودان سابقا أو حتى في أثناء جائحة كوفيد 19 التي ساعدت فيها مصر سواء من خلال الجانب العربي أو حتى لو خرجنا خارج الأسوار العربية نجد أن مصر أيضا كانت أرسلت مساعدات إلى يمكن إيطاليا أو أسبانيا على ما أتذكر. فنعتقد أن كلها أمور هامة جدا وتشير إلى هذه الاستراتيجية ربما منذ سنوات وليست ببعيدة لم تكن بهذا الشكل بالتأكيد. فنعتقد طبعا أن مسائل خاصة بالبعد الإنساني في العمل الدبلوماسي هو بعد هام جدا، أنا أعتقد أنه بعد أولا يركز أو يؤطر ليه قاعدة هامة جدا، وأن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت منها العمل الإنساني، منها الدعم الإنساني لكل دول العالم، منها أيضا التشارك في بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات سواء داخل عربيا أو إقليميا أو دوليا، وكلها أمور هامة جدا وتشير إلى فعلا تغير في استراتيجية السياسة الخارجية المصرية التي تعتمد على ثوابت راسخة، منها مسألة الدبلوماسية الإنسانية اللي أشرنا إليها وأعتقد أنه تم تطبيقها بالفعل سواء عربيا كما أشرنا في ليبيا والمغرب والسودان ودول أخرى أو خارجيا كما أشرنا أثناء جائحة كوفيد 19 ويمكن ما قبلها بكثير. نعم. دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.